السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. هاليوم راح نسوي عيش السرايا، هاي اللي دا تشوفوها أمامكم. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. هاليوم راح نسوي عيش السرايا. فطلعت خبز من مبارحة، قطعته وخليته بالصينية من مبارحة إلى أن ما نشف عندي الخبز. هسه راح اخلي هذا الخبز، شغلت الفرن درجة حرارة عالية، راح اخليه بالفرن بس يشقر الخبز واطلعه. اثناء هاي الفترة اني راح احضر، عندي هنا القطر او الشيرة، عندي هنا كوبين من الشكر وكوب واحد من المي، و يعني ليمندوزي او ملح الليمون، او تريدين ملعقة طعام نومي حامض او ليمون حسب المتوفر عندك. فانا عندي طلعت شوية من ملح الليمون او الليمندوزي، راح اضيفه للقطر اللي راح اسويه اول. وعندي احتاج الكريمة، احتاج هنا 5 ملاعق من النشا، ملاعق طعام من النشا، واحتاج لتر حليب. هسه راح اخلي هذول بالفرن وبعدين راح اسوي القطر وارجع لكم. بعد ما انتهيت من الخبز طبعا تغير لونه، صار لونه غامق بالفرن يعني اشقر شوية وكله ناشف، طلعته طحنته. هسه راح افرغه بهذا القالب اللي عندي، افرغ الكمية اللي اريدها لانه هواية طلع. هكذا خلي متساوي كله. عندي هنا الشيرة او القطر صارت، اخر شي راح اخليها شوية من ماء الزهر او ماء الورد، يعني حوالي ملعقة وحدة اخليلها، وراح اجيبه هو ساخن. عندي هنا الخبز همينة اللي الخبز ايضا ساخن، راح افرغه فوق الخبز. واخلطهم مع بعض هالشكل، اخليه يتشرب الخبز بهذا هاي الشيرة اللي سويتها او القطر. طبعا تقدرين تستخدمين الصمون العادي او الصمون الفرنسي حتى تسوين يعني الخبز للعيش السرايا. هذه طريقتي بتحضير عيش السرايا. طبعا كلش طيبة. اضيف الباقي اخر شي، اخلطهم كلهم مع بعض، اخلي كله يتشرب، كل الخبز اللي عندي يتشرب هكذا، واضغط عليه كله. هسه راح اتركه على جهة الى ان ما احضر الكريمة اللي راح اسويها للعيش السرايا. اترك هنا وابدي اخلط الحليب والنشا على النار. طبعا اول شيء مثل ما دا تشوفون خلطت النشا ويا شوية من الحليب البارد، خليت تذوب كل النشا، راح اخليه على النار واضيف له باقي الحليب واظل اخلط بيه الى ان ما يتجانس عندي. واخر شيء قبل يعني ما ينضج او من هسه اقدر اضيف له القليل من ماء الزهر او ماء الورد، شكل قليل يعني حسب اظل اخلط بيها الى ان ما تتجانس وتصير محلبي. هكذا بعد ما انتهيت من تحضير المحلبي او الحليب والنشا الكريمة اللي راح اخليها العيش السرايا، راح اطفي النار وافرغه فوق هذه الخلطة شكل.
بعدين بعد ما يبرد راح اخليه بالبراد وارجع لكم. اصدقائي هو هذا الشكل النهائي والاخير لوصفتنا لهذا اليوم، عيش السرايا بعد ما اكتملت وخليتها بالثلاجة الى ان بردت وطلعتها وخليت عليها الفستق الاخضر او اي مكسرات موجودة عندك تقدرين تستعمليها. وهي قطعت ثلاث قطعة حتى تشوفوها شلونها، هذه اللي تشوفوها امامكم. ان شاء الله تعجبكم هاي الوصفة وتجربوها، والف عافية واترككم بامان الله الى ان نلتقي فيديو اخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.